أوفياء برنامج في صميم القانون، مرحبا بكم وطابت أوقاتكم بكل خير. كلنا نحلم بمدن جميلة وبنايات سكنية متناسقة ومتجانسة، إلا أن الواقع غير هذا تماما، فنحن نعيش في فوضى عمرانية كبيرة منذ عقود، يصعب تحديد الأطراف المتسببة في هذه الكارثة. رغم جهود الدولة في تدارك الأمر، قانون 08/15 واحد من الإجراءات التنظيمية التي عمدت إليها الدولة من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح من خلال تسوية وضعية البنايات الغير المتممة. والسؤال هنا، ما مدى تطبيق هذا القانون في الواقع؟ لماذا تمديد هذا القانون مع نهاية كل الأجال؟ ثم الأهم من هذا، كيف يمكن استدراك معركة بناء العمران والإنسان معا؟ هذا سيكون موضوعنا للنقاش في هذا العدد، والبداية مع ورقة في الموضوع مع الزميل عباس عبد الجليل. شهدت العديد من المدن الجزائرية وعلى مدى العقود الماضية توسعا كبيرا وانتشارا سريعا للمباني غير القانونية، بصورة أثرت بشكل سلبي على النسيج العمراني، وجعلت الكثير من الأحياء والمدن تفقد مظهرها الجمالي، ما دفع المشرع الجزائري إلى سن قانون 15/08 المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، والذي يهدف إلى القضاء على البنايات الفوضوية وإيجاد الحلول المناسبة للقضاء على فوضى العمران. تسوية البنايات مليحة باش يكون تنظيم أولاً، وثانيا لابد كاين اماكن يعني نتاع دي جاردان شبه دي باش يكونوا دي جاردان بناو فيهم. كاين بزاف بنايات مازال ما تلقاوش، ما تسووش وضعيتها، مثلا كيما لي بيان نو افيكتي ما فيهمش افيكتاسيون، سي دي بيان جايين على الطريق. بالرغم من أهمية هذا القانون وما جاء به من إجراءات ميدانية وعقوبات ردعية لضمان إقامة نسيج عمراني منظم، إلا أن العديد من العوامل لا تزال تعيق تحقيق الأهداف المنشودة منه، خصوصاً ما تعلق منها بطول مدة دراسة الملفات، وكذا عزوف العديد من المواطنين عن تسوية ملفات سكناتهم، وهو ما دفع بالمشرع الجزائري إلى تمديد آجال تطبيق هذا القانون أكثر من مرة. أنا عندي دروك أنا حطيتها عندها عامين ما كان حتى طرد. قريب واحد عامين ما كان والو. ساكن بدون رخصة فقط، عندي كل العقد الملكية، عندي كل شيء النوطاري وكامل، ولكن ما سووش وضعية. أروح غدوة، أروح من غد، أروح السيمانة الأخرى، هذا شاك فوا شاك فوا سون 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 زارغيمون. هذاك اللي حط ملف في 2014 نقول علاه باش نوريك علاه يبقى الدص، مثلا حط ملف 2014 وما عندوش ليفري فونسي هذا العقد الملكيه، يستنى ربع سنين حتى دير ليفري، عاود جاب لي الدوسي تاعو باش عاود ندي لا كوميسيون يجيو يشوفوه باش يعطوا له لو فافور. على يقول لك الانسان اللي حطيت زعما في 2014 ومازال ما جاوبونيش، ماشي بروبليم، ماشي كي تدخل داخل سي كومبليكي، باسكو المشكل تاع هو المشكل الكبير هو لي فونسي، المشكل تاع الفونسي لا بلي بار تاع لي دوسي اللي ولاو على ديال الفونسي، والفونسي ماشي تو دو سويت يتريكلا. قلت لك هذا جا في 2014 حتى 2019 ما بدلهم لي بري فونسي. على الرغم من أن المشرع الجزائري قد أوجد آليات قانونية لحماية الطابع العمراني للمدن الجزائرية وذلك من خلال قانون 15/08، إلا أن الإقبال المحتشم للمواطنين مع زيادة انتشار البنايات غير القانونية يحتم اتخاذ إجراءات أكثر فعالية للقضاء على مشكل البنايات غير الشرعية. فإلى أي مدى ساهم قانون 15/08 في تسوية ملفات البنايات الفوضوية؟ وما هي الآليات القانونية الكفيلة بوضع إجراءات فعالة للقضاء نهائياً على فوضى العمران؟ مرحبا بكم من جديد، أسعد باستضافة السيد عبد القادر مكي رئيس المجلس الوطني للمهندسين الخبراء.
مرحبا بك. شكرا. والأستاذ محمد فقير أستاذ في القانون مستشار البرنامج، أهلا وسهلا بك أيضا. مرحبا. وسأبدأ مباشرة معك أستاذ فقير. قانون 0815 الذي إذن المؤرخ ل 2008 ينص على تسوية البنايات الغير المتممة، ضعنا في صورة هذا القانون ولماذا هذا القانون؟ نعم أخت فزية، شكرا لك، مساء الخير بالنسبة للجمهور الكريم. نعم، لما نرجع حقيقة للدستور الجزائري هو أسمى قانون في الدولة يتحدث على أن كل مواطن لديه الحق في السكن. نعم، ولكن هذا السكن الذي يمارس من طرف المواطن لابد وأن يكون وفق ضوابط قانونية وضعها المشرع. أول قانون قبل الرجوع إلى القانون رقم 0815 هو قانون 9029 متعلق بقواعد التهيئة والتعمير. هذا القانون الذي يبين إذا أردت أن تسكن وتبني ما هي المعايير التي يجب أن تتبعها. لماذا؟ حماية لنفسك وحماية لغيرك. الكثير من المواطنين قاموا ببنايات بين قوسين هي بنايات فوضوية خارجة على قواعد التهيئة والتعمير. جاء هذا القانون 0815 من أجل أن يسوي لهم وضعيتهم بالرغم من أنهم مخالفين للقانون. نعم. ولكن أعطى لهم الفرصة في سنة 2008. هل يمكن أن نقول أنها وضعية غير قانونية غير شرعية؟ هي وضعية غير قانونية بالنسبة لهؤلاء المواطنين. أتى القانون من أجل التسوية، لما نقول تسوية ومطابقة معنى ذلك أنها كانت غير قانونية، فأعطاهم الفرصة في سنة 2008 من أجل تسوية وضعيتهم. ولكن ليس كل من بنى، وإنما هذا القانون لما نرجع إليه يحدد لنا ما هي البنايات المعنية بالمطابقة، في نفس الوقت يحدد لنا ما هي البنايات الغير المعنية، لأن هنالك شروط وضوابط لا بد من اتباعها حتى يتم مطابقة مثل هذه البنايات. قانون 0815 كذلك تكلم على الجهات المعنية التي تقوم بدراسة هذه الملف، وكيف المواطن أنه يقوم بتحضير لملفه وتقديمه إلى المصالح المختصة. كذلك في نفس الوقت كما لاحظنا في الروبورتاج أنه البعض يقول لك سنتين، القانون 0815 حدد أجل من طرف هذه اللجان أو الجهات من أجل دراسة هذه الوضعيات، وفي نفس الوقت حدد لنا قانون 0815 ما هي الإجراءات المتبعة بعد ربما موافقة من طرف الجهات المختصة أو في حالة الرفض. كل هذا ختمه هذا القانون 0815 بعقوبات بالنسبة للأشخاص الذين لم يلتزموا بنصوص هذا القانون 0815. طيب. فقط أخت فازية أقول بأن 0815 هذا القانون جاء مرسوم تنفيذي اللي هو 0954 ليبين لنا كيفية تنفيذه بالإضافة إلى تعليمة مشتركة رقم طيب. 4 صادرة في سنة 2012. طيب إذا قانون 0815 أعطى المنشآت التي سيمسها هذا القانون، فصل فيها، أعطى الإجراءات، تحدث كذلك على الردع، لكن السؤال لماذا قانون؟ ما هي الأسباب التي جعلت المشرع الجزائري فكر في وضع قانون؟ ما هي وضعية العمران؟ شكرا جزيلا قبل كل شيء. لماذا نبني بدون شروط؟ تفضل. شكرا جزيلا على الدعوة. أشكرك على الموضوع المختار. نعم. لماذا قبل طرح السؤال لماذا نعرف الغاية، لا بد من معرفة الغاية من سن هذا القانون. الغاية منه هو إتمام البنايات، هذه الغاية الأولى للمشرع. نعم. يبقى تطبيق القانون أمر آخر. هناك 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 مواد في القانون 0815 تقصي حالات من موضوع إتمام البناية وموضوع المطابقة. صحيح. إذا كان القانون واضح، على كل حال القوانين كلها واضحة، كاين نصوص أخرى تنظيمية جاءت لتنظم عملية استقبال طبعا ملفات المواطنين، معالجتها، تصنيف الملفات، هناك شق. القانون يعتبر في 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 القانون نجد شقين، الشق التعمير وشق الملكية. إذا كان شق التعمير، إذا كان نفرض أن المالك، أن الشخص لديه دفتر عقاري أو عقد ملكية، للعقد ملكية المشكل لا يطرح، لأن الاستقبال الملف يكون طبعا ممكن، يدرس ويخرج أعوان البلدية للمعاينة الميدانية، يحول إلى لجنة الدائرة ويفصل في الموضوع. الموضوع إذا فصل في الموضوع ممكن يكون فيه هناك أنا أريد أن أعلم لماذا وجدت هذه البنايات؟
لماذا الناس أصبحت تبني بدون رخص بناء، بدون عقد الملكية، ملكية العقار، ولا تتمم البنايات، لا تحترم الكايد شارج، كراسة الأعباء؟ الأسباب متعددة. هل هي نعم؟ الأسباب متعددة. هناك كخبير يعني في الميدان عندما تخرج طبعا نعم. هناك فترة مررنا بها أين كانت تسلم عقود إدارية بدون ما يكون أصلا من سلم هذه العقود ليست له صفة المالك. أتحدث على فترة التسعينات لما كانت البلدية تعطي شهادات إدارية أصبح طبعا هنا المالك عندما يباشر البناية لابد له من رخصة بناء، عندما يتقدم إلى المصالح التقنية طبعا في ظل تطبيق القانون إذا كان يريد الحصول على رخصة بناء طبعا لازم يكون عنده عقد ملكية. في ظل عدم وجود عقد ملكية أصبح يتسارع الناس في البناء وهي نتيجة لعدم تحضرهم على عقود الملكية طبعا. نعم، عندما نعود إلى نقطة البنايات التي المعنية بهذا القانون، هناك بنايات معنية، ما هي هذه البنايات التي معنية هي القانون صنف الحالات إلى أربعة. هناك من لديه رخصة بناء ولم يتمم البناية. نعم. مثال عنده طابق زائد ثلاثة، بنى طابقين. هذا معني بالقانون بقانون التسوية. نعم. هناك من يملك رخصة بناء لكن لم يحترم رخصة البناء. نعم. في رخصة البناء طابق زائد اثنين لكن هو قام بتشييد بناية ذات ثلاث طوابق، هذا معني بقانون التسوية. نعم. الحالة الثالثة، هناك من يملك هنا لا يملك رخصة بناء لكن قام بتشييد بناية وأتمها. هذه حالة ثالثة. الحالة الرابعة، لا يملك رخصة بناء ولكن لم يتم تشييد البناية. هذا شق التعمير. لكن لما نعود الأسباب والسؤال اللي يطرحه المواطن دائما، لماذا هذا البطء في معالجة هذه الملفات؟ هناك شق آخر اللي هو الملكية، اللي عموما البطء في التعامل مع مثل هذه الملفات هو الشق الثاني في نظري. يعني إذا صعوبة تحقيق أهداف هذا القانون هو هذا الشق الذي تحدثت عنه، هو عن الملكية. لا. يعني أغلبية المواطنين لا يمتلكون رخص البناء، لا يمتلكون العقار، لا يمتلكون طبعا الوعاء العقاري، سند ملكية. نعم. طيب السيد مكي تحدث على هذه المنشآت التي يمسها القانون، لكن القانون استثنى منشآت أخرى ولا يمكن تسويتها في أي حال من الأحوال، وهذه موجودة للأسف بكثرة أستاذ فقير. نعم أخت فازية، بالرجوع أن من الناحية القانونية تحدث الأستاذ عن نص المادة 15 من القانون 0815، وإحنا ربما نتحدث على المادة 16 الآن. ما هي البنايات المستثنية؟ البنايات المستثنية هو بطبيعة الحال المنطق قبل ما يقول القانون يفرضها. مثلا الشخص اللي يبني تحت مناطق ربما خطوط كهربائية ذات الضغط العالي، ربما شخص اللي يبني في أماكن الارتفاقات، يعني أماكن مخصصة لملكية عامة للناس، كذلك ربما الشخص اللي يبني في ملكية أملاك الدولة، ونحن نعلم بأن أملاك العامة للدولة غير قابلة للتنازل ولا لاكتساب. كذلك الشخص الذي ربما يبني كذلك في منطقة غابية، وإحنا كنا تناولنا في حصة ماضية أشخاص الذين يقومون ببناء بطريقة احتيالية في مناطق غابية أو شبه غابية، كذلك ربما أشخاص يبنون في مناطق تاريخية وكذلك تراثية. هؤلاء الأشخاص حتى وإن بنوا وأتموا بناؤهم والبناء كان وفقا لقواعد التهيئة والتعمير، لكن غير خاضعين لقانون 0815. حتى المادة 15 اللي تحدث عليها الأستاذ هي يمكن أننا نضيف لها معايير وضعها المشرع، وهي أنه مرتبطة بالوعاء العقاري. يعني إذا كان الشخص هذا الوعاء العقاري مملوك له أو غير مملوك له، عندها هل مرتبطة بالاتفاقات العمومية؟ وبالتالي احنا نقول بالنسبة للمواطن أخ فازية، حتى يفهم للمواطن بالنسبة للقانون 0815، قانون 0815 هو ليس في الحقيقة حق مطلق بالنسبة للمواطن، معناته يقول لك باللي عندي قانون نسوي بنيتي، لا،
الأصل هو دائما تنظر للقانون رقم 29. هذا القانون اللي يحدد لك كيفاش تبني، كيفاش تقسم دارك، لابد أنك تكون عندك رخصة بناء. جاء عطاك استثناء، ولكن هذا الاستثناء مش حق مطلق لك، وإنما قيده بشروط معينة وبأجل معينة لابد عليك من احترامها. سيد مكينام تفضل. يجدر التنبيه إلى أن البنايات المعنية بالتسوية التي شيدت قبل 2008 المادة 16 هناك حالات غير قابلة للنقاش، لا تسوى، مثل ما ذكر الأستاذ في هناك ارتفاقات خطوط غاز، خطوط كهرباء، هناك لماذا يبني؟ شكون عطى يعني لوتوريزاسيون كونستروير؟ يعني كي يبني واحد في الواد ولا كي يبني في المناطق الساحليه وكي يبني داخل الغابه؟ لا، اين هي الرقابه هنا؟ اين هي هنا؟ هذا لا يملك تصريح بالبناء ولا رخصه بناء. جابنا. لا، هو بناء، هو مادام ما احترمش القانون يتحمل مسؤوليته. ما مصيره في هذه الحالة؟ ما مصيره إذا كان بناية تحت خط كهربائي عالي؟ كيف لا بد من 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 وضع حد لهذا الإشكال؟ هذا أمن المواطن، راه السلامة، راه أمن المواطن قبل كل شيء. نعم. إذا كان مواطن يبني في واد، كيف وشفنا في ليزينونداسيون تاع باب الواد ديار راحت في ليسييز. نعم، هنا اخت فازيا، هنا اخت فازيا نقولوا باللي الناس هذه كي بنات ماشي معناتها بنات برخصة بناء، هذو الناس استغلوا الفرص. انا نقول لك كاين حالات تنتظر الليل، فترة الليل باش تبني. كاين الناس اللي حتى الغابات اللي شفناها، حرائق الغابات، انها بتحقيقات تاع محافظة الغابات انهم يحرقوا بعض المناطق داخل الغابات حتى فيما بعد تصبح مستوية ويروح يبني فيها، في غياب ربما في بعض الأحيان لنقص التعداد البشري لمصالح الغابات. هؤلاء الأشخاص إذا خرجت مصالح البلدية، لأنه مصالح البلدية عندها مصالح تعمير، من المفروض عندها أعوان محققين يخرجوا من يمسك البلدية. نعم، صلاحيات بالتنسيق مع شرطة العمران. إذا وجدوا مثل هذه البنايات، ربما الشخص يقول لك أنا بنيت في الليل ما شافونيش، ولكن نسب لي يجي النهار وتشوفوا البلدية. وفي هذه الحالة لابد من تحضير محاضر ونطبقوا عليه المادة 76 مكرر 4 من قانون 29، وهي المتعلق برخصة الهدم اللي يصدرها رئيس البلدية حصريا. طيب سيد، نعم سيد مكي، ربما فقط، نعم تفضل إضافة. لفت انتباهي تدخل مواطن في الروبوتاج. نعم. اللي تكلم على بحوزته عقد مشهر، لكن منذ سنتين ينتظر الإجابة. أنا أظن كنت حنقول لك هذه النقطة، ما هي الإجراءات ولماذا هذا الطول في المدة؟ الناس تشكي تقول لك ما رجعوليش، ما قبلوش الملف، ترفض ولا ما على بالوش من با هو يعني كيفاش. للعودة إلى القانون. نعم. المادة 16 تحصر حالات غير قابلة للنقاش، هذا مفروض، لكن ما عدا ذلك هذه جديرة بالدراسة. أنا لا أتوقع أن مواطن لديه سند ملكية يقدم ملف تسوية يدخل في إطار القانون 08/15 وينتظر سنتين. لا لا، مش معقول يعني. لا مش معقول، ولا معنى لها إلا عدم كفاءة القائمين بهذه الملفات. إذا كان يستلم الملف في الإدارة، وكان الإنسان هذا طبعا لديه سند ملكية، ويدخل في إطار الحالات الأربعة التي ذكرتها المادة 15 من القانون 08/15، لابد من تحويل ملفه إلى اللجنة. اللجنة تنظر في الشق التقني، ما دام سند الملكية موجود ولما البطء، تنظر في الشق التقني. إذا كانت هناك تحفظات، إزالة شرفة، إزالة جدار، ولما لا، هذه تحفظات وليست عائق في تسوية الوضعية. ربما هنا اخت فازي حتى نضيف كلام، انه حقيقه لما نرجع للقانون 08/15، لو نحسبوا الاجال اللي تكلم عليها من مواد 23 و25 و27، نشوفوا انه المواطن من المفروض لما يودع الملف نتاعو الى غايه الفصل فيه ما تتعداش 6 اشهر. لماذا؟ انا نقول لك لانه القانون يقول لك المواطن ماذا يعمل؟ يجيب ملف تاعو يوضعه امام مصالح البلديه. مصالح البلدية هنا لديها 15 يوم من أجل إخراج الأعوان، من أجل معاينة المكان. نعم. الحقيقة غير مطابق وتحرير محضر في ذلك. عندها أجل شهر من أجل إرساله إلى المصالح، هذه مصالح التعمير على مستوى البلدية. هنالك مصالح التعمير على مستوى الولاية، مصالح أملا يعني مصالح الدولة للتعمير، مصالح الدولة للتعمير الموجودة على مستوى الولاية، عندهم أجل شهر باش يرسلوها لها. هذه المصالح عندها نفس الشيء، عندها 15 يوم من أجل دراسة الملف من تاريخ إخطارها، ولديها
أجل شهر من أجل إعادة إختار لجنة الدائرة. نعم. ولجنة الدائرة عندها 3 أشهر لدراسة الملف حتى يتم تبليغه إلى المواطن. لو نحسب هذه المدة إذا 7 أشهر فنقول الخلل ليس في النص القانوني وإنما الخلل لابد أنه رئيس البلدية باعتباري رئيس مجلس الشعب البلدي أن يقف على مثل هذه الأمور. سيد مكي أنت خبير في الميدان، إذا الشخص المعني يقدم بطلب على مستوى البلدية وتدرس الملف نتاعه، وشكون اللي يدرس هذا الملف؟ ما هي الكفاءات؟ ولماذا تقول لأنه فيه يعني فيه المشكل نتاع الوعاء العقاري وهذا هو المشكل؟ هل ما فيش كفاءات اللي راح تدرس هذا الموضوع؟ من أي من تتكون هذه اللجان التي تدرس هذا الملف؟ لجنة الدائرة تتكون من عدة مصالح تقنية. على سبيل المثال طبعا المصالح التقنية، مصالح التعمير، المحافظة العقارية، أملاك الدولة، كل هذه المصالح يحول لها الملف. لكن قبل تحويل الملف يتم تسليمه لمصالح البلدية، المصالح التقنية للبلدية. المواطن يستعين بمكتب دراسات، مكتب دراسات ينجز له الدراسات اللازمة، يسلم الملف إلى المصالح التقنية. المصالح التقنية أول خطوة تقوم بها هي معاينة البناية. نعم. الغرض من القانون والغاية من القانون هو إتمام البناية. المصالح التقنية البلدية تعاين البناية ميدانيا إذا كانت تستوفي الشروط القانون اللي هي أساسها البناية قبل 2008. يحول الملف إلى لجنة الدائرة. لجنة الدائرة هنا 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 لجنة الدائرة تقوم بدراسة الملف، وإذا كان الملف يستدعي الموافقة طبعا سيتم الموافقة عليه بوجود سند ملكية. لكن أغلب لا نحصر المشاكل في سند الملكية فقط، لكن أغلب البطء في 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 مثل هذه الحالات هي عدم وجود سند الملكية. عدم وجود سند الملكية يقابله حلول، لكن الحلول لا يمكن حصرها. الحلول ما كانش فيه كفاءات تقدر تعمل. لا فيه كفاءات، لكن عندما يحول عندما نصل الى مشكل وعاء العقاري يحول اذا كانت املاك خاصه للدوله او البلديه يحول الى املاك الدوله. نعم. املاك الدوله هنا راح تقوم بمهام، لكن المهام ممكن انا في نظري راها المهمه صعبه وثقيله نوعا ما. راح يشوفوا فيه جوانب كثيره باش يقدروا يديروا هذا يخلي المتيار. ربما المده الزمنيه لدراسه الملف الطول. يعني انت كخبير ربما هل عندنا احصائيات لعدد البنايات التي تستوجب التسويه والاتمام؟ هل عندكم ربما ارقام بالنسبه للبنايات التي تم تسويتها وتم تتميمها في ظل السنوات الأولى لصدور هذا الإحصائيات؟ الإحصائيات تكون على مستوى البلديات. بحكم مهنتي كخبير عقاري، أنا التدخل هو في تسوية الوعاء العقاري. نعم. طيب. هذا هو تدخلنا. طيب تفضل استاذ فخير. نعم جي شكرا. فقط اضافه فيما يخص املاك الدوله، هناك لابد ان نثني المواطنين ونوضح لهم بانه هناك ما يسمى بالاملاك العامه للدوله والبلديه والولايه، وهناك ما يسمى بالاملاك الخاصه. الاملاك العامه اللي لا يمكن للوالي او لرئيس البلديه انه يتصرف فيها وهي غير قابله للتنازل بنص الدستور، ولكن هناك ما يسمى باملاك خاصه للدوله او البلديه او الولايه. هناك نص قانوني انه في حال ما اذا الشخص كان يبني فوق املاك خاصة ولكن تابعة للبلدية وتابعة للولاية أو الدولة، هنا يمكن القانون قالوا بإجراء ما يسمى بالتسوية، أن الدولة أو البلدية أو الولاية هنا اللي تقوم له بعملية البيع عن طريق مديرية أملاك الدولة، البيع بسعر الذي هو موجود في يعني العامة. أستاذ سيد مكي، أنا هنا أنا في حالة مواطن يقول لك أنا بنيت ومانيش حاب نروح ندير لو دوسيي تاعي باسكو على بالي باللي الدولة ما راهش يعني راهو دون لانفورمال يعني ما راهوش في إطار القانوني، ويقول لك ما نروحش وما كان له. وكاين ناس واحد اخرين يقول لك باللي انا راني عندي جون كور لو طون باسكو الدوله راهي تمدد في هذا القانون، عندي الوقت باش نروح نسوي الوضعيه في متى يعني متى يحلو لي. يعني لماذا التمديد لهذا القانون؟ ثم لماذا عزوف الناس على تسويه وضعيتهم بالرغم انها في صالح المواطن؟ يعني تسوي له وضعيه تاعو يكون عنده كواط تاع الدار. والله بصريح العبارة المواطن يسوي الوضعية إذا كان في حاجة إلى التسوية، إلى غابة الحاجة في تسوية
البناية لا أظن هناك حافز. نحن مقبلون على رقمنة القطاع وراح تكون عندنا بطاقات رقمية للبنايات في هذه حاجة. طبعا طبعا حاجه، لكن المواطن من وش هو الحافز انه المواطن يتوجه الاداره ويوضع الملف؟ الحافز يا اما يسوي وضعيه العقار، يا اما يكون هناك في اداره ما او القانون يحتم عليه تقديم شهاده المطابقه. انا اذكر على سبيل المثال، اذكر لكم مثال وين المواطن يتوجه الى المصالح المعنيه ويسوي وضعيته. انا اذكر مثال مواطن لديه بنايه ثلاث طوابق ويريد تقسيم قسمه وصفيه للبنايه. اول شيء يقوم به لازم يروح يسمي الوضعيه تاع البنايه. لماذا؟ لاننا نحن كخبراء عقاريين في عند اعداد البيان الوصفي للتقسيم حتى يستطيع امتلاك عقد لكل شقة لابد من توفر شهادة المطابقة. هذه حاجة تؤدي بالمواطن إلى التوجه إلى المصالح التقنية والبدء في الإجراءات. لكن في ممكن جدا أنه في المستقبل القريب وين تفرض المصالح الدولة وجوب إحضار شهادة المطابقة لمثلا لكراء محل. طيب نعم. طيب نعود الى المنظر الجمالي للمدن الجزائريه. الماده 12 من هذا القانون تحدث عن المظهر الخارجي والجمالي للعمران. الى اي مدى انتم كخبراء وكمهندسين تتدخلوا في هذا الشق وتفرضوا انه الانسان هذا لو يبني لازم يكمل لافاساد هذه والمظهر الخارجي راهو ملك عام، يعني في الداخل يدير واش يحب، لكن ربما عدد الطوابق والفيناليزاسيون تاع لاباتيس من الخارج راهي ملك للدوله، ولا بد عليه انه يحترم القواعد العامه ولو ستيل يعني اوربانيستيك نتاع من يحفظ القواعد العامه هما المصالح التقنيه. اذا كان بنايه قبل 2008 فهو يدخل يسوي وضعيته ويسوي الوضعيه بموجب القانون 0815. اذا كان بعد 2008 طبعا كل بنايه تستدعي الحصول على رخصه بناء. اذا قلنا رخصه بناء فيها مخططات معماريه اللي يقوم بها المهندس المعماري، فيها طبعا طبعا الانشغال اللي طرحته اللي هو الفصاد. رخصه البناء وجوب تطبيقها كما هي. نعم. هنا فقط إضافة أخت فازية، الفكرة اللي تحدثت عليها هي فكرة جد مهمة خاصة احنا في الجزائر، ما يسمى بالواجهة الخارجية للبناء. نعم. هنا لابد أن نرجع للقانون، هناك ما يسمى بالقانون التوجيه العقاري وهنالك قانون التوجيه العقاري 9025 اللي بين لنا شكل البنايه وعدد. وداخل كل ولايه وداخل بلديه كان ما يسمى بمخطط شغل الاراضي. ما هو مخطط شغل الاراضي؟ يقول لك هذه المنطقه ما تتجاوز 3 طوابق، هذه المنطقه ما تتجاوز 5 طوابق، وكذلك المظهر. الشخص اللي يبني هنا في العاصمه واجهته مش الشخص اللي يبني في غردايا، مش نفس الشخص اللي يبني في تمن راست، مش نفس الشخص اللي يبني في تبسه. لكن في تمن راست عليه ان يحترم الطابع العمراني لتمن راست، وفي العاصمه يحترم لأنه هنالك بيئة وهنالك حتى المواد المستعملة، هنالك بيئة وهنالك واجهة، حتى ما يسمى احنا وما يسمى باغتصاب البيئة الجمالية. وفي قانون للبيئة. سيد مكي، هل يمكن الطعن في حال إذا رفض لأي مواطن عندما تقدم بالطلب، يمكن أن يطعن في هذا القرار وقبل بالرفض؟ طبعا قانونا كيف؟ هناك إمكانية يعني. طبعا هناك إمكانية قانونا أنه يتوجه إلى لجنة في على مستوى الولاية يرأسها الوالي ويتقدم بالطعن. وفي حالة ما إذا تم الرفض من جديد؟ الرفض لازم يلجأ إلى المقاضاة؟ لا، الرفض لماذا الرفض؟ لماذا الرفض؟ إذا كان ما يدخلش في إطار القانون لا يمكن أن يطالب بحقه في 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 تزوية الوضعية. نذكر على سبيل المثال ذكرناها سابقا البناء تحت خط كهربائي، البناء بالقرب من خط انبوب غاز. في هذه الحالات ماذا نفعل؟ في هذه الحالات على طبعا هناك اجراءات قانونيه تتخذ. هي هدم؟ الهدم المسؤول عن الهدم هو رئيس البلديه، اذا اتخذ رئيس البلديه هذا القرار فعلى المصالح المختصه تطبيقه طبعا. نعم، شكرا جزيلا، انتهى الوقت للاسف. اذا مشاهدينا لازلنا معكم، نلقاكم بعد قليل في اسئله المواطنين.
أستاذ فقير، مباشرة إذا مع السؤال الأول. زوجي طردني من المسكن الزوجية قبل الفصل في دعوى الطلاق التي لا تزال أمام المحكمة، وليس لدي مكان ألجأ إليه مع أطفالي. تسأل بماذا تنصحها؟ نعم أخت فوزية، هذا الإشكال كثير بالنسبة لكثير من المواطنات المطلقات أو فيهم أو المتزوجات. نقول بالنسبة لهذه المواطنة أنه بإمكانك رفع ما يسمى بدعوى الرجوع إلى المسكن الزوجية بسعي من الزوج، هذا في حال ما إذا كنت أنت متمسكة بهذا الزوج. إذا كنت متمسكة بهذا الزوج بإمكانك رفع دعوى الرجوع وذلك بسعي منه، لأنه قانون الأسرة هنا واضح أن المرأة لا تخرج من البيت الزوجية إلى غاية أن يتوفر لها زوجها أو مطلقها مسكن للحضانة، هذا إذا كان عندها أولاد. الخطأ اللي وقعت فيه هي أنها خرجت من مسكن الزوجية، وإحنا من الناحية العملية صعوبة أنها ترجع إلى هذا المسكن. إذا عليك رفع دعوى الرجوع في نفس الوقت أنك تطلبي بنفقتك ونفقة أولادك اللي تكون على عاتقها هذا الزوج، أو رفع في نفس الوقت دعوى استعجالية من أجل استصدار أمر استعجالي يعطي لك الحق بنفقة ونفقة أولادك. طيب إذا في سؤال آخر يقول صاحبه: اشتريت قطعة أرض منذ 10 سنوات بعقد عرفي وبنيت فوقها 3 طوابق مع محلات تجارية. عندما أراد أن يؤجر هذه المحلات لم يستطع لعدم وجود عقد رسمي، كيف يسوي الوضعية؟ نعم، بالنسبة لهذا السائل نقول له بأنه عقد الإيجار حتى يقوم بإبرامها الموثق لابد وإن يكون عندك سند رسمي للملكية. وانت في هذه الحاله ربما يدخل في الموضوع تاعنا تاع اليوم وهو قانون 0815، لابد انك تسعى اول حاجه انا ننصحك تروح تسوي وضعيه هذا العقار تبقى للقانون 0815، لانه شراء العقارات بعد سنه 1974 صدور قانون الشهر وقانون التوثيق يقول لك لابد من ان يكون عندك ما يسمى بالعقد الرسمي. لكن الحل العملي اللي يلجا له الموثقين هو لابد ان ما يسمى بشهاده بناية الوجود، شهادة وجود البناية، أن تكون عندك ما يسمى بشهادة وجود البناية اللي يتم تحريرها من طرف المحضر القضائي. المحضر القضائي يحرر لك شهادة وجود البناية، بالإضافة أنك إذا كان هذا العقد العرفي مسجل بمفتشي التسجيل على مستوى البلدية تأخذ هذه الوثيقة. أما إذا كان عندك ما يسمى بمسح الأراضي، مصالح مسح الأراضي جازت وأعطت لك ترقيم مؤقت أو نهائي، تأخذ تلك الوثيقة كذلك مع تلك شهادة وجود البناية. أو إذا قدمت الملف تاع تسوية البناية 0815 تقدم الوصل الذي يثبت تقديم هذا الملف مع شهادة الوجود ويقوم بتحرير عقد الإيجار. وهو موضوعنا لهذا العدد. فقط كلمة أخيرة السيد مكي عبد القادر، الدولة مددت في أجال هذا القانون، المواطنين عندهم فرصة أنهم يتقدموا لتسوية الوضعية، هذه من جهة، كيف ترى هذا التمديد؟ وهل البنايات التي بنيت بعد 2008 راح تدخل في هذا القانون في عجالة؟ شكرا. قرار تمديد القانون أظنه أعتبره أن القانون ناجح. نعم. على كل مواطن شيد بناية قبل 2008 التقدم إلى المصالح المختصة لتسوية وضعيته. نعم. فيما يخص الشق تسوية الوعاء العقاري، فالمهندس الخبير العقاري هو المخول قانونا بتحديد الأملاك العقارية وهو الذي يجب اللجوء إليه. بنايات بعد 2008 تدخل في القانون؟ بعد 2008 لا تدخل في القانون. شكرا شكرا جزيلا السيد إذا عبد القادر مكي، وأنت خبير في خبير المهندسين عقاري. نعم خبير في نعم خبير عقاري، وكذلك الأستاذ محمد فقير، نلقاك الأسبوع المقبل. شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذا البرنامج، ألقاكم بخير والسلام عليكم.